ايضا زميلنا خالد الامير مراسلنا في الاسكندرية. خالد، ايه مشاعر الناس مع يعني قول لي ايه الاوضاع بقى في الاسكندرية مع هذه البرد والتلج اللي كان نازل؟ مساء الخير يا مدام انيس. طبعا الناس اهل اسكندريه فوق الصبح محطات البرد ساقط على المدينه بشكل غزير وتحولت الاسكندريه كانها قطعه من اوروبا. ده كان تعليق الاهالي ان احنا بقينا في اوروبا جت اسكندريه، والاسكندريه مش اقل من اوروبا في جمالها مع صوت حبات البرد او الثلج. منذ الصباح الباكر كانت امطار غزيره مصحوبه بتلك الحبات. في الحقيقه زي ما سياده المحافظ تواجدت الاجهزه التنفيذيه جميعها في الشوارع من رؤساء الاحياء وشركه الصرف الصحي. المحافظ نفسه تواجد منذ الفجر، او نائب محافظ سكرتير عام تواجدوا في الشوارع الاسكندريه رفع مياه الامطار من مناطق التجمعات. كان عندنا تجمعات عند كوبري محافظ بيه، كوبري التاريخ، كوبري سيدي بشر، بعض مناطق الكورنيش، لكن في الحقيقه كان في سلالات جيده جدا لهذا الامر. كانت تمركزات التيارات الرفع المياه ممثله في الصرف الصحي وسيارات الاحياء وشركه الميه وبعض شركات المقاولات في الاسكندريه ساعدت في هذا رفع الامطار بشكل سريع. ايضا ساعدوا وساهموا في رفع حبات البرد التي تساقطت بشكل كثيف اليوم واكثر من مره. لكن خليني اقول لحضرتك ان النهارده يعني الان الجو اكثر هدوءا، الرياح هدأت كثيرا عن الصباح، البرد اللي كان موجود او الثقيل اللي كان موجود قل كثيرا مع طول مع تساقط شديد الامطار. ايضا بقى في نظام زي ما انا سمعت المحافظ ان في انتظام بكره للدراسه. الشوارع ما فيهاش ميه، الشوارع الرئيسيه تحديدا ما فيهاش ميه، رفعت تجمعات. هناك بعض التجمعات في الشوارع الجانبيه لكن لا تؤثر على الحركه المروريه او تؤثر على المدارس. ايضا كان في بعض المدارس في العجمي فيها تجمعات للمياه تم رفعها منذ قليل بالكامل. نعم. للاستئناف الدراسه. شكرا زميلنا خالد الامير من الاسكندريه.